بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الأول الثانوي العام المستفزة شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في مراجعة المنهج بتاعك للفصل الدراسي الأول لعام 2022 من كتاب جيم العام 2020، تحديدا إن شاء الله شغالين على أونجونج أسسمنت بوكلت. إن شاء الله النهاردة هنراجع الجرامر أو اللانجوج بتاع الوحدتين 5 و6 على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. تدريباتنا إن شاء الله تبدأ من صفحة 88. بسم الله، أول جملة في تشوز بتقول لك، طبعا واضح رقم واحد يا شباب هو يونت 5. بس هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك ذا يونايتد نيشنز الأمم المتحدة مالها بقى؟ جاي فراغ هارت تو سولف ذا وورلدز بروبلمز، بجد لكي تقوم بحل مشكلات العالم. يا ترى تراي بمعنى يحاول أو يجرب، هاف ترايد واخدة شكل مضارع تام، طبعا تراي في شكل المصدر، هاف ترايد ده مضارع تام، ار تراينج مضارع مستمر، وترايز مضارع بسيط. هناخد المضارع البسيط لان الامم المتحده كلها منظرها كده تهلك ان هي جامعه، لا لكن هي مؤسسه واحده، مؤسسه الامم المتحده. في اتنين بيقول لك ذا سان از جيتنج داون، از الشمس بتغرب. ماشي يا سيدي، اهو بعدين ات كذا دارك ان هاف ان اور. اللي قدامك ده بيتنبا، وتنبؤه مبني على دليل. ايه الكلام ده؟ بيقول لك الشمس بتغرب، خلاص طالما ان هي بتغرب يبقى الدنيا هتبدا ايه بقى تظلم خلال نص ساعه كده. هو متاكد من اللي قدامه لانه عنده دليل، بيقول زي ما قلنا شايف الحاجه قدامه. يبقى نقول ويل بي، لا ده تنبؤ ليس له دليل. لو خدنا ويل بي، از جوينج تو بي ولا از بينج ولا وود بي، هناخد از جوينج تو بي لان هي اللي بنستخدمها في التنبؤ المبني على دليل. اجابه صحيحه في جمله رقم 2. جملة تالتة بيقول لك فيها if I get the job، لو حصلت على هذه الوظيفة I كذا، وجاي فراغ out and celebrate، أنا كذا بالخارج وهي هحتفل. ماشي يا سيدي، اف حالك ام دي، بص على الجملة اللي قدامك تلاقي اف جاي وراها فعل في زمن المضارع البسيط، يبقى أنت كده عايز الناحية التانية قول له المصدر. طب ما الاف الحالة الأولى مستر بي الوحدة خمسة اللي هي بتتكلم عن أشكال المستقبل، يقول لك ما هو من ضمن أشكال المستقبل أنت واخد اف في حالة الأولى، تنفع معايا للحالة. في الإجابة إيه؟ إجابة صحيحة في جملة رقم 3. الرابع بيقول لك فيها ذوس باجز، ها وتلك الحقائب مالها بقى، لوك فيري هيفي، شكلها عالية جدا. طيب أي كذا ذيم فور يو إف يو لايك، أنا كذا ليك لو أنت عايز. يبقى اللي قدامي ده هو بيعرض خدمة، بيعرض إن يساعد حد في حاجة. فاكر لما كنا بنعرض في المستقبل البسيط بنعرض إزاي؟ بنعرض بإيه؟ بنعرض بـ أم كارينج اللي هي فيها مضارع مستمر، ولا ام جوينج تو كاري اللي هي جوينج تو، ولا كاري في شكل المصدر، ولا ويل المصدر. بنعرض الخدمه بويل المصدر، وده اللي هيخلينا ناخد ويل كاري. اجابه صحيحه في جمله رقم 4، ودي حضرتك في الاوفر عندك على استخدامات ويل، ارجع لها ان شاء الله تلاقيها موجوده في الفيديوهات بتاعتنا. خمسه بقول لك فيها اي هاف ميد اب ماي مايند، اي هاف ميد اب ماي مايند، يبقى كده ده قرر، خد قرار. بما انه خد قرار بقت عنده موجوده النيه، عنده الانتنشن ان هو يعمل حاجه معينه. واحد تحلوه مهمه جدا عندي لما اقول لك I've made up my mind، اللي قدامك ده هي تديني تاكيد على انه خلاص خد قراره بان هو يعمل حاجه معينه. يبقى انت محتاج كده going to، يبقى يقول I وجاي فراغ ورا مصدر with them on the next journey، كده هو خد قراره. يبقى هنقول I'm going to go اللي هي going to، ودي اجابتنا في الجمله رقم 5. والجو ما تنفعش لان ويل جو تستخدم القرارات السريعه، وود جو ده ماضي، وويل هاف جون ده واخده شكل مكمله اف، ويل هاف جون ده حاجه اسمها مستقبل تام، دي مش تنفع معايا خالص. في سته بيقول لك فيها وي وبعد كده فراغ تو اور فيليج، احنا كذا للقريه بتاعتنا. تومورو از بلاند، وحلوه قوي حته از بلاند، وكمان عندي تومورو. تومورو تديني اشاره للمستقبل، والتاكيد على نوع الحاجه اللي انت هتقوم بيها جاي من كلمه بلاند بمعنى خططها. يبقى انت كده خلاص ذهنك يركز على جوينج تو لان هي تدل عليها، والجو المصدر مش هينفع معايا، وود جو بعيد عننا لانها تدل على الماضي. ار جوينج تو جو، وادي عندي ار جوينج، انا هاخد الصيغه الكامله ار جوينج تو جو للتعبير عن الشيء اللي انت بتخطط للاداء ليه للمستقبل. سبعة بقول لك فيها ماي سونز بيرثداي كذا نيكست ساندي، عيد ميلاد ابني يوم الحد الجاي. يبقى دي اسمها حقيقة مستقبلية. يبقى تقول از جوينج ولا از بينج ولا ويل هاف بين ولا ويل بي. ويل بي المستقبل البسيط بويل هو اللي بنستخدمه للحديث عن الحقائق المستقبلية، لكن از جوينج اللي هي غير مكتملة بعيد عننا، واز بينج اساسا ما ينفعش فيرب تو بي يكون في شكل استمرارية بالمنظر اللي انت شايفه ده، ولا ويل هاف بين المستقبل التام اساسا بعيد عننا، بناكد على ويل بي مستقبل بسيط للتعبير عن الحقائق المستقبليه في جمله 7.
تعمل يقول لك فينيكس موندي يوم الاثنين الجاي، ماله بقى وي كذا اور نيو فلات شاهدنا جديده، everything was ready. كل حاجه جاهزه، الدنيا تمام يا باشا. طالما ان كل حاجه جاهزه يبقى انت كده بتعمل حاجه اسمها arrangements، والarrangements بنعملها في المضارع المستمر شكلا وصياغه لكن مدلولا مستقبل بسيط. يبقى والبينت ويل المصدر ده مستقبل بويل ما ينفعش معايا، ويل هاف بينتنج الجمله اللي قدامي دي الصيغه بتاعتها يعني ليس لها علاقه بلازم. يعني ايه ويل هاف بينتنج دي؟ ايه ويل هاف بينتنج زمانها ايه دي؟ انا عندي مثلا لو مستقبل مستمر ولا ايه ويل بي بينتنج، لكن ما فيش مستقبل فيه اسمه ويل هاف بينتنج. طب ولو كان مستقبل كان كنا نقول ايه ويل هاف ونجيب لها تصريف ثالث، ده مش متحقق. يبقى الصيغه اللي قدامي دي لا تعبر عن قاعده. الاختيار سي في مضارع مستمر ار بينتنج، وعندي في الاختيار دي بينت في المصدر. انا عايز المضارع المستمر لان هو زي ما قلنا اللي يعبر عن الارنجمنتس، شكله مضارع مستمر لكن مدلوله مستقبل. الجملة 8 بقول لك، الجملة 9 بقول لك فيها ماي براذر اخي ماله بقى تو لندن تومورو، اخويا الى لندن غدا. ماشي يا سيدي. ها وبعدين هي هاز ارينجد، وحلوه قوي الحته دي، تكه جدا على كلمه ارينجد علشان تقول لك انت كده محتاج القاعده. شكل مضارع مستمر لكن مدلول مستقبل بسيط، يبقى هناخد اس فلاينج هي اللي في شكل المضارع المستمر. طب ليه ما خدناش ويل فلاي؟ ده المصدر بتتكلم فكره القرارات السريعه. از جون تو فلاي بتتكلم عن الاشياء اللي بنعملها بلاننج اللي عندنا انتنشن ليها، واي فلايز ده في شكل مضارع بسيط. احنا قلنا بما ان ارينجد موجوده يبقى انا عايز مضارع مستمر كشكل لكن مستقبل بسيط كمدلول. 10 بيقول لك فيها هيز فيري سترونج، قوي جدا. تمام كويس جدا، يبقى اللي قدامك ده بيقول والله هو قوي باش. وبعدين اي ثينك هي كذا ذيس هيفي بوكس، اعتقد ان هو كذا هذا الصندوق ايه التقيل. خد بالك ان فيري سترونج دي هو كده مش بيتكلم عن مجهود بذل، ده بيتكلم عن صفه طبيعيه موجوده في هذا الشخص، يبقى ما تنفعش تكون دليل في التنبؤ بتاع صاحبنا ده اللي بيقول لك اعتقد ان هو هيشيل الصندوق ده، هي ليست دليل. تمام، الدليل لما حد يبذل مجهود في حاجه عشان يعملها، ده اقول انا تنبؤ مبني على دليل، لكن التنبؤ هنا في جمله 10 ليس له دليل، يبقى انت هتعمله بول المصدر الطبيعي جدا بتاعك. يبقى نقول سكالينج دي واخده شكل مضارع مستمر، والكاري فيها مستقبل بول اهي، از جوينج تو كاري جوينج تو موجوده، واديها سكالي ده اسمه مضارع تام. احنا قلنا عايزين ايه؟ عايزين تنبؤ ليس له دليل، يبقى هنعمله بول المصدر. اجابه صحيحه في جمله رقم 10 والكاري. 11 بقول لك فيها بليز تيك كير، من فضلك خد بالك احترس. ها ايه يا عم؟ دي يعتبرها كده كانها لفت انتباه لحاجه، يبقى هو كده شايف حاجه قدامه. يو كذا ان ذا هول ان فرونت اوف يو، الحفره اللي قدامك. يبقى كلمه الحفره اللي قدامك دي بتقول لك ان ده بيحذر حد من شيء هيقع هيحصل، يبقى ده بيتكلم بتنبؤ مبني على دليل شايفه قدامه. يبقى انت كده عايز جوينج تو في الاجابه بتاعتك اهي، يو ار جوينج تو فول، انت هتقع في الحفره اللي قدامك، وده الدليل اللي هو بيتكلم عليه. والفول مش هتنفع لانها تنبؤ ليس له دليل، ار فولينج مضارع مستمر بعيد عننا عن فكره التنبؤ اساسا، ويل بي فولينج ده مستقبل مستمر بعيد عننا، احنا ما بنستخدموش في التنبؤ، احنا ما بنستخدموش في التنبؤ حاجه قدامي، لو قدامي ده لا مش هينفع، لا انا عايز جوينج تو مستقبل بسيط للتنبؤ المبني على دليل بجوينج تو في 11. 12 بقول لك فيها ذا بلين فروم لندن، حلو خالص طياره، انت كده بتتكلم عن ايه؟ عن جدول مايل، بقول لك الطياره القادمه من لندن ات 6 كلوك تومورو توصل الساعه 6 غدا. طبعا الكلمه الاخيره تومورو دي تديني مستقبل، لكن انت هنا عايز مضارع بسيط كصياغه المدلول مستقبل لان ده جدول المواعيد، الطياره هتوصل الساعه 6، يبقى نقول از ارايفنج ده مضارع مستمر، ارايفز ده مضارع بسيط، ويل بي ارايفنج ده مستقبل مستمر، ويل هاف ارايف ده مستقبل تام. احنا عايزين مضارع بسيط فقط. اجابه صحيحه في جمله رقم 12. 13 بقول لك فيها نيكست ويك في الاسبوع اللي جاي، ماشي يا سيدي. وي ايه بقى ريسيرش اون اجريكلتشر از ديسايدد، خد بالك من حته ديسايدد دي لان الفعل ديسايد عندي من الافعال الداله على جوينج تو، خلاص يبقى انت كده عرفت انت عايز ايه. ويل دو المصدر مش هينفع معايا، دو في المصدر بس مش هينفع معايا، ار دو مضارع مستمر برضه خطا، اجابتنا هتكون ار جوينج تو دو، زي ما قلنا هنعمل مستقبل بي جوينج تو، اجابتنا في جمله رقم 13. نحرك الشاشة شوية عشان نشوف جملة رقم 14 ومعاها تشوف كمان رقم الصفحة. بيقول لك دونت وري اباوت ذيس بروبلم، ما تقلقش بشأن المشكلة ده، هي اي بروميس، وده عنوان للإجابة أهو، أنا بوعد. طالما بوعد حضرتك تمام خلاص ذهنك يروح لاستخدامات ويل ومعاها فعل في المصدر، بيقول له اي بروميس اي كذا يو، ده هو بيوعد إن هو
يساعده، يبقى يساعده will be helping مستقبل مستمر ولا would help ولا will help مستقبل will هي ولا am helping مضارع مستمر، هيساعده ب will والمصدر لان هي اللي بنستخدمها في الوعد بفعل شيء. 15 بيقول لك في اي بقى فراغ هاير ا كار تو ترافل تو اليكساندريا، انا كذا ان انا اجر عربي اجر عربيه اسافر بيها اسكندريه. طب ذاتس ماي بلان، خد بالك من حته بلان، طالما ان دي بلان يبقى انت كده محتاج اجابه فيها جوينج تو. نقول ام جوينج تو ولا ويل ولا مي ولا كود، احنا قلنا عايزين ايه؟ قلنا عايزين جوينج تو وهي متحققه في الاختيار ايه. 16 بيقول لك فيها وات بروجكتس، ايه المشروعات وجايه فراغ ان 2013 ايجيبت، خد بالك من حته 2030 دي. 2030 كده يبقى انت بتحكي في مستقبل، والمستقبل ده لسه ما جاش، ده احنا النهارده 2021 في اخرها صحيح، لكن ادي ايه بقى 2030، يبقى انت كده بتحكي في زمن المستقبل. جميل جدا. طيب مستقبل الجمله هنا هو اكتف ولا باسيف؟ طبعا ده واخد شكل سؤال. طيب نبص في الاختيارات، ويل بي فينيشنج ده اسمه مستقبل مستمر، ويل بي فينيش ده مستقبل بسيط مبني للمجهول، مبني للمجهول، فينيش ده ماضي بسيط، وهاف فينيش دي كده مضارع تام. طب مين فيهم كده اللي هتنفع؟ الوحيده اللي هتنفع معانا اللي هي ويل بي فينيشد. طب ليه يا مستر؟ علشان بروجكتس لا تقع مفعول به. ترجم بيقول لك ايه؟ ما هي المشروعات التي سوف يتم انهاء بحلول العام 2030؟ يبقى انت كده بتتكلم في فكره المستقبل، وهذا المستقبل في بناء للمجهول، يبقى ويل بي مع تصريف ثالث تديني زمن او قاعده للشغل عليه. طيب نروح للصفحه اللي بعدها، ودي هي صفحه 89 وعليها بدايه الجمله رقم 17. واللي بيقول لك في عند فيوتشر في المستقبل ده شوبينج، التسوق ماله بقى؟ اون ذا انترنت، على الانترنت. جميل جدا. ويل دو سوف يفعل، طب التسوق هو اللي هيفعل ولا هاب بين دون؟ وده شكل المضارع التام المبني المجهول، ولا وير دون ماضي بسيط مبني المجهول، ولا ويل بي دون؟ انا هاخد ويل بي دون مستقبل بسيط مبني للمجهول، لان الجمله بتتكلم عن ايه؟ عن ذا فيوتشر في المستقبل، وشوبينج ان هو تقع مفعول به. تمام خلاص، بما ان شوبينج تقع مفعول به يبقى انت كده عايز مستقبل بسيط مبني للمجهول، الصياغه الوحيده اللي هي ويل بي دون. الاجابه 17. 18 بقول لك فيها وين هي ارايفز، عندما يصل، يبقى دي وين جايه وراها مضارع بسيط. حلو خالص. الناحيه الثانيه انت كده محتاج ايه؟ محتاج مستقبل بسيط، يا اما بويل والمصدر لو موجوده، ويا اما بي جوينج تو لو موجوده. شوف مين فيهم اللي موجود، طبعا حسب الصياغه. بيكمل بس الاول الكلام، دينر وذ هيم، ماشي حلو خالص. ام هافينج ده كده مضارع مستمر، وود هاف وود والمصدر اهي، وادي هاف مصدر بس، وادي ويل والمصدر، يبقى انا هاخد ويل والمصدر لان هي اللي بتكمل معايا المعلومه. تقول لك ايه؟ لما تلاقي الرابط وين وافتر وتل واس وناز وباي ذا تايم وبيفور، الحاجات دي جملتها مضارع بسيط، الطرف الثاني هيكون ويل والمصدر. طبعا لو كان جملتها مضارع تام برضه يؤدي نفس الغرض معايا. 19 بيقول لي فيها منى مالها بقى؟ منى وجاية فراغ ووش ذا كلوز، منى كذا تغسل الملابس، ماشي حلوه الحكايه مش باينه. She is already decided. decided يبقى انت كده خلاص عينك تروح على going to في الاختيارات، يبقى نقول will لا ما تنفعش، would ايضا خطا، is going to اهي احنا قلنا ان decide دي الدليل على going to وكان بعيد عننا تمام. 20 بيقول لك فيها ايه بقى؟ فراغ probably have ice cream for dessert، ماشي بيقول لك احنا من المحتمل ان احنا ناخد ايس كريم كتحليه، يعني حاجه حلوه يعني. ماشي ادي الايس كريم، ادي الديزرت معناها تحليه. Since it's so hot today، بما ان الجو النهارده ايه؟ النهارده حر. طيب هنا اللي قدامك ده خد حاجه اسمها قرار سريع، احنا هناخد ايس كريم. بما انه خد قرار سريع يبقى انت مدور، محتاج تدور في الاجابات على ويل، يبقى جونج تو مش تنفع، لان حتى لو هي كانت اجابه مش تنفع، لان مش غير مكتمله يعني، مش موجود معاها ار مثلا. ادي ويل اهي، وادي ار في زمن مضارع بسيط، وادي وونت مستقبل بسيط منفي طبعا باضافه نوت الى ويل. احنا عايزين الاثبات بويل، اجابه وهي صحيحه في الجمله رقم 20. واشن بيقول لك فيها وي برضو، ماشي اور ريلاتيفز تومورو، احنا كذا قريبنا بكره، ماشي يا سيدي ان ذا افترنون. طالما اداني ميعاد وحدد وكلام من ده يبقى هو كده بيتكلم عن حاجه عمل لها ارينجمنتس، او موجود عنده الترتيب اللي هو هيعمل فيه هذا الحدث، يبقى نقول ار فيزيتد دي مبني المجهول في زمن مضارع بسيط، وير فيزيتنج اللي قدام دي ماضي مستمر، وار فيزيتنج مضارع مستمر، وويل بي فيزيتد مستقبل بسيط مبني للمجهول. احنا قلنا عايزين ايه؟ عايزين مضارع مستمر شكله مضارع مستمر لكن مدلوله مستقبل بدليل كلمه ايه؟ بدليل كلمه تمر، يبقى ده مضارع مستمر ار فيزيتنج، اجابتنا في 21. طيب مع 22 بيقول لك فيها سلمى اند ساره مالهم بهاف ميد بلانز، حلوه قوي الحته دي، خلاص بلانز دي خلصت لك الدنيا، طالما قال لك بلانز يبقى انت كده عايز جوم تو. They كذا سكيت تومورو، هم ايه بقى؟ هيتزلجوا غدا، يبقى انت عايز ايه؟
جونج 2 اهي موجوده، ار جونج 2 في الاجابه ايه، وود بعيد عننا، والخطأ ومي برضو خطأ تماما. احنا عايزين ايه؟ عايزين ار جونج 2 لان الدليل بتاعها موجود اهو، بلانز، هم خلاص عملوا البلانز بتاعتهم، يبقى خلاص انت محتاج جونج 2. نروح للجمله رقم 23 واللي بدأ في فراغ، بيقول لك فيها ذا بيجيننج اوف نيكست ويك، بدايه الاسبوع القادم. ماشي يا سيدي، ايه؟ اي ويل هاف بوت نيو، قوت بلد اسم مستقبل تام، ادي ويل وادي هاف، وادي التصريف ثالث. طيب يبقى نقول ايه كده؟ هو ايه اللي يكمل معايا مع الصياغه دي؟ ذا بيجيننج اوف نيكست ويك، ان ولا اد ولا سينس ولا باي؟ انا هاخد باي لان هي اللي بيجي وراها باي، وراها ظرف زمان، تديني اهي نيكست ويك، هشوفها باي وراها ظرف زمان، الناحيه الثانيه من الجمله او طرف الجمله الاساسي، القاعده بتاعته بتكون في زمن المستقبل التام. 14 بيقول لك فيها تولد مي ذات هي، ماشي، هو اخبرني بانه ايه يا عم؟ انه ايه؟ مي ذا فولوينج ويك، ذا فولوينج ويك، يبقى الجمله اللي قدامك دي اسمها ريبورتد سبيتش، كلام منقول، يعني كلام غير مباشر. بما انه كلام غير مباشر ده في اصلها كان زمن تحولت لزمن ثاني. طيب حلو خالص. فولوينج ويك اللي هي معناها الاسبوع القادم، دي كانت ايه بقى؟ كان المفروض تبقى نيكست ويك، صح؟ طب بما ان نيكست ويك يبقى انت كده بتحكي في المستقبل البسيط. خلاص المستقبل البسيط يعني ولو المصدر، جميل كده. طب لما تحوله في الريبورت يتحول لايه؟ يتحول الى عضو المصدر، دور عليه. يبقى زي تو هيلب مش متحوله، از هيلبنج ده مضارع مستمر برضه مش متحوله، وادي وود هيلب، والهيلب الوحيده فيهم المتحوله هي مين؟ وود هيلب، هناخدها اجابه صحيحه في الجمله رقم 24. 25 بتقول لك فيها ذا ريزلت اوف ذا اكزامز، نتيجه الامتحانات تومورو، بكره. واضح كده ان هو الجمله فيها من المجهول، وهذا من المجهول زمن ومستقبل بسيط. يبقى نقول ويل نو، ده كده مش مبني المجهول، ده كده اكتف عادي جدا. ويل بي نون، فيها بناء المجهول دي، از نو ده مضارع مستمر واكتف، ووز نون مبني المجهول صحيح لكنه في زمن الماضي البسيط. انا عايز مستقبل بسيط، يبقى هاخد ويل بي نون مبني للمجهول في زمن مستقبل بسيط، اجابه صحيحه في الجمله رقم 25. طيب نتحرك للوحده رقم 6 وهناخد جملها بالترتيب، وبرده بنديهم ارقام كل واحد يعني بترتيب من واحد الى كذا، هنشوف. بيقول لك في الجمله الاولى would you like me كذا to the club with you، هل ترغب مني، هل تحب ان انا كذا to the club with you، للنادي معك. طب خد بالك من الصياغه ده، العادي منك ان الفعل لايك يجي معاه ايه؟ يجي معاه جيرنت، يعني مصدر زياده نجي، لكن would اللي جت قبله دي اوقفت عمله، يبقى انت كده حضرتك تدور على ايه؟ تدور على تو والمصدر، يبقى going في شكل الجيرنت لا، جو مصدر لا، ادي تو والمصدر اهي، تو جو هي جابتنا، واحنا قلنا السبب ايه؟ تو جونج خطا تماما. بعدين بيقول لك فيها وين ذا سينجر ستوب، عندما توقف المغني. طب خد بالك من الفعل ستوب واتك عليه شويه، استنى شوف باقي الجمله. عندما المغني توقف ايه؟ هنشوف، هو توقف علشان يعمل، يبقى نجيب تو المصدر. توقف عن، يبقى انت كده محتاج جيرند مصدر زائد اي ان جي. شوف باقي الجمله، ايفري ون كلابد، الناس سقفت. طالما الناس سقفت يبقى المغني كده خلص، يبقى انت كده حضرتك عايز ايه؟ عايز الجيرنت، ماشي؟ يبقى سينجينج ولا تو سينج، تو المصدر اهي، ولا تو سينجينج ولا سينج، احنا قلنا عايزين ايه؟ عايزين الجيرنت، يعني مصدر زائد ان جي، وده متحقق في الاختيار ايه؟ تكتب لك فيها وي يوجوالي جو، احنا عاده بنذهب، خلي بالك من الفعل جو ده، ماشي، وجاي في فراغ with our friends at the weekend. الفعل جو من الافعال اللي بيجي وراها جيرند يا شباب، يعني مصدر زائد ان جي، وده بيستخدم مع الرياضات على فكره. طيب نقول فيش ده في شكل المصدر بمعنى اصطاد طبعا، وري تو فيش تو المصدر اهي، وري تو فيشنج تو جاي وراها جيرند، احنا عايزين جيرند فقط، هو مصدر زائد ان جي، وده متحقق في فيشنج في الاختيار في الجمله رقم 3. 4 بيقول لك فيها اي دونت مايند، انا لو مانع، ودي من الصيغات اللي وراها جيرند. اي دونت مايند ايه بقى يا باشا؟ كمل، ات هوم تو فينيش my work which is very essential، انا لو مانع كذا في المنزل لكي انهي اعمالي، اللي هي ده شيء اساسي جدا. stay في شكل مصدر مش تنفع معايا، staying gerund اهي، وادي تو المصدر تو stay، وتو staying تو وراها gerund، احنا قلنا عايزين gerund فقط لان don't mind من الصياغات التي ياتي بعدها gerund. نروح للجمله رقم 5 ولا فيها it's raining outside، الدنيا بتمطر بالخارج. would you prefer، هل تفضل كذا in with us، هل تفضل ان انت تقعد معانا؟ خد بالك من الصياغه دي، وود وراها بريفير، ماشي، يبقى انت كده محتاج وراها تو المصدر، ماشي. طيب نقول له ايه؟ تو والمصدر اهي، ولا ستي بشكل مصدر فقط، ولا ستينج جيرند، ولا ستيز مضارع بسيط. احنا قلنا ايه؟ قلنا الصياغه دي وود وراها بريفير بالشكل اللي شايفه ده، هناخد وراها تو المصدر، اجابه صحيحه في الجمله رقم 5. طيب
احنا حركنا الشاشة شوية قدامك عشان منها تشوف رقم الصفحة ومنها تظهر معانا جملة اللي هي 6 بشكل واضح. Don't forget، لا تنسى. حلو خالص. الفعل forget من الافعال اللي ينفع اجيب وراها to المصدر وينفع اجيب وراها gerund. لو حطيت وراها to المصدر يبقى انا بتكلم عن اللي لسه هيتعمل، لو حطيت وراها gerund يبقى انا بتكلم عن اللي وقع بالفعل. هو بيقول له don't forget، ما تنساش ايه، the door when you leave the house، البيت لما تمشي. هو لسه ما مشاش، لم يغادر، يبقى ده معناه انه بيفكروا باللي محتاج يتعمل، يبقى انت محتاج to المصدر. بيقول له اوعى تنسى، يبقى انت كده محتاج to المصدر عشان ايه، لسه هيعمل ده. يبقى نقول to look هي اجابتنا، looking gerund خطأ، look مصدر خطأ، to gerund وراها خطأ تماما. احنا عايزين to المصدر علشان forget هنا بتدل على اللي لسه هيتعمل. سبب ولا في وين اي كيم هوم، عندما عدت المنزل، رجع البيت هو ماشي. اي فاوند هير، وجدتها ايه، خلي بالك فاوند هير ايه بقى، وجاي الفراغ ان ماي ديسك. اه ماشي، نقول لوك ولا لوكينج ولا تو لوك ولا تو لوكينج، الصياغه اللي قدامك ده هي انا وجدتها محتاجه وراها جرند، فاعل مع فاوند مع مفعول به كده بالشكل اللي قدامي ده، محتاج جرند. يبقى المصدر لوك مش هينفع معايا، لوكينج جيراند اهي، وادي تو لوك تو المصدر تو جيراند بعيد عني، احنا قلنا عايزين الجيراند فقط. لوكينج اجابه صحيحه في الجمله رقم 7. تمام، بقول لك فيها ذا فيلم تيكتس وير سو اكسبنسيف، تذاكر الفيلم كانت غاليه جدا. تمام، وي ريجريت ايه بقى، ذم ناو، اه احنا ندمانين ان احنا كذا الان. يبقى الندم اللي قدامي ده ندم على ما وقع بالفعل، التذاكر كانت غاليه ولذلك هو ندمان انه اشتراها. بما انه ندمان على حدث وقع يبقى انت كده محتاج جرند، لان طبعا ريجريت من الافعال اللي ينفع وراها تو المصدر ينفع وراها جرند. لو قلت تو المصدر يبقى انا على بتكلم على اللي لسه هعمله، لكن لو جبت وراها جرند يبقى انت بتتكلم على الواقع بالفعل، وده حسب الجمله اللي قدامي فعلا حصل، هم ندمانين انه جابوا التذاكر دي، يبقى انت محتاج الجرند. باي في شكل المصدر مش هتنفع معايا، تو باي تو المصدر بعيد عني، تو وراها جرند برضه بعيد عني، انا هاخد باي في شكل جرند فقط. اجابه صحيحه في الجمله رقم 8. 9 بيقول لك فيها all of us must stop، كلنا لازم نتوقف عن ايه بقى؟ عن healthy food، الطعام غير الصحي، and drinking polluted water، وشرب الماء الملوث. حلو خالص. الفعل stop قلنا ينفع معاه تو المصدر وينفع معاه ايه؟ وينفع معاه جيراند. لما نقول تو المصدر يبقى يتوقف علشان يعمل، لما نجيب جيراند يبقى معناه يتوقف عن الشيء او يبطل يعمله تماما. ماشي، بنقول تو المصدر هنا هو ولا هافينج ولا تو هافينج ولا هاف اللي قدامي، بيقول لهم احنا لازم نتوقف عن شرب الميه، عن اكل الطعام الغير صحي. يبقى هنا هو عايزه يوقف تماما، يبقى انت كده محتاج الجيراند عشان يديك الاجابه الصحيحه في الجمله رقم 9، ولذلك خدنا هافينج اجابتنا في شكل الجيراند. طب نحرك الشاشه ونروح لصفحه 90 علشان نلاقي بدايتها الجمله رقم 10، احنا لسه شايلين على واحده 6. يقول لك ار يو لوكينج فورورد، اه خد بالك من الصياغه دي اللي هي لوكينج فورورد، يجي وراها ايه؟ يجي وراها تو جرند، وتو مصدر زائد اي ان جي. ليه يا مستر؟ هقول لك انا، بس الاول نكمل الجمله. ذيس جوب ان ذيس كومباني، بيقول له انت بتتطلع الى او بتبحث عن وظيفه في هذه الشركه، يبقى نقول جيت في شكل الجرند ولا جيت مصدر ولا تو جيت تو المصدر، احنا ايه تو جيتنج. الله، ليه يا مستر قلت تو جيتنج؟ لأن الصياغة look forward to حرف أساسي فيها، ليست تو المصدرية، فعشان كده إننا نجيب وراها جيراند. إجابة صحيحة في الجملة رقم 10 to getting، إجابتنا الصحيحة. 11 بيقول لك فيها they expected the manager، هم كانوا متوقعين من المدير إيه بقى؟ them a reward، إن هو عايز أقول لك يديهم يعني مكافأة. طب يديهم بإيه بقى؟ بجيراند ولا بتو المصدر؟ الفعل اكسبكت من الافعال اللي وجدت وراه فعل في جملته يكون في شكل تو والمصدر، يبقى اقول المصدر والجيف بعيد عننا، از جيف مضارع مستمر، لا جيف في شكل المصدر ايضا خطا، انا عايز تو المصدر وده متحقق فيه تو جيف. اجابه صحيحه في الجمله رقم 11. 12 ولا فيها اي اولويز هوب ماي ستودنتس كاز هاي ماركس، انا دايما بتمنى اني الطلبه بتوعي. خد بالك من الفعل هو، وده من الافعال اللي تحتاجي وراها تو والمصدر، يبقى نقول تو جيت ولا جيت في شكل المصدر ولا جوت ماضي بسيط ولا جيت جيراند. اي هوم ماي ستودنتس تو جيت، انا اتمنى ان دايما طلبتي ان هم يحصلوا بشكل تو والمصدر. تطش ولا في اي هوب، انا اتمنى برضه اهو جاي في فراغ بعدها. اول ماي دريمز ان لايف، كل احلامي في الحياه، نفس الفكره، يبقى هوب تو ولا اتشيف والمصدر، ولا هو ده اتشيف واخده هو ده اهي، ولا تو اتشيف واخده شكل تو بعدها جيراند، ولا تو اتشيف اي هوب تو اتشيف all my dreams، وده اجابتنا في الجمله رقم 13.
الرجل يقول لك يا ماي فادر دازنت الاو اني ون، خد بالك من الحته دي ماشي. يبقى فاعل اللي هو فازر، وادي دازنت، وادي طبعا هنا واخده النفي. المهم عندي ان فاعل مع الاو مع مفعول به، يبقى انت كده محتاج تو المصدر ماشي، دي صياغه خلاص. يبقى ادي فاعل هو ماي فازر، وادي الاو، وادي مفعول به، يبقى انت كده محتاج تو المصدر ماشي. يبقى نقول سموكينج ده جيرند، سموك ده مصدر، تو سموكينج تو جيرند، انا عايز تو المصدر ده متحقق في تو سموك. اجابه صحيحه في جمله رقم 14. طيب نحرك عشان نشوف جمله 15 واللي بيقول لك فيها نوع سجستد ذات. خد بالك فاعل وبعد كده سجستد وبعد كده ذات وبعد كده مفعول، يبقى انت كده محتاج فعل في المصدر بدون تو، فعل في المصدر بدون تو. ذا فيلم ان ذا سينما، يبقى نقول واتش عندي مصدر بدون تو، واتش واخده شكل الجيرند، واتش واخده شكل المضارع البسيط، وادي عندك تو واتشنج تو وي والجيرند. احنا عايزين ايه؟ قلنا عايزين مصدر فقط، لان الصياغه دي فاعل مع سجست مع ذات مع فاعل جديد في الجمله اللي قدامي ده، يبقى انت كده محتاج فعل في المصدر، وده متحقق طبعا مصدر بدون تو، وده متحقق في واتش. اجابتنا راح تسعه في الجمله رقم 15. 16 بيقول لك فيها ماي فلات نيدز، الشقه بتاعتي محتاجه او في حاجه الى ايه؟ خد بالك من هنا هو الفعل نيد. طيب وكم الفراغ؟ as it hasn't been painted for so long، لانه لم يتم اطلاقها لفتره طويله. طيب هنا انت محتاج جيرند ماشي، لان الجمله اللي قدامي بيقول لك ان الشقه بتاعته في حاجه الى طلاق، والفعل نيد من الافعال اللي يمكن ان ياتي بعدها جيرند، يعني مصدر زاد نيجي. يبقى بينت في المصدر لا، تو المصدر لا، تو بينت، تو بينتد دي فيها تو بعد كده وراها تصريف ثالث حتى الصياغه اساسا خطا. بينتنج في شكل جيرند اجابتنا في الجمله رقم 16، عشان بيقول ماي فلات نيدز بينتنج، شقتي في حاجه الى اطلاع، واحنا قلنا ده ينفع يجي ورا جيرند. صح ولا فيها اي ويل اي وودنت ريكومند يو، انا مش هزكي لك او هرشح لك كذا ات ذات هوتيل. الفعل ريكومند مفروض انه الافعال يجي وراها جيرند. طيب لكنه عمل لك مشكله بمين؟ بود. طالما ود موجوده يبقى كده انت هتضطر تلغي قوه ريكومند، القوه بتاعتها بانها تحط جيرند يعني، وتجيب وراها تو والمصدر بدل من ده. يبقى ستي في شكل المصدر لا، ستي في شكل الجيرند خطا، تو ستينج في شكل تو وراها جيرند برضو خطا، انا عايز تو المصدر ده متحقق في تو ستي. اجابه صحيحه في جمله رقم 17. 18 بيقول لك فيها having a car enables you، بمن ان انت تمتلك سياره enables you. طالما enable هي قدامك وده عندي مفعول به، انت محتاج كده تو المصدر around more easily، يبقى travel في شكل المصدر لا، تو travel تو المصدر هنا ناخدها اجابه، تو traveling تو gerund خطا، travel ماضي بسيط خطا، انا عايز تو المصدر. اجابه صحيحه في جمله رقم 18 تو travel. 19 بيقول لك فيها امينه ادميتد نوت، الفعل ادميت من الافعال اللي لو جبت وراه في جملته فعل تاني بيكون في شكل الجرند. الجرند تمام. هاو تو اوبن ذا دور، يا ترى تو بي اوبن دي في تو بي نون فيها بناء للمجهول، نوينج جرند، تو نو تو المصدر، ونون تصريف ثالث. احنا قلنا ايه؟ نوينج. احنا قلنا السبب في ده ان الفعل ادميت من الافعال لو جبت وراه في جملته فعل تاني بيكون في شكل الجرند. طيب مع الجملة 20 بيقول لك فيها هي سجستد، هو اقترح كذا، كلوزر تو ذا بيتش، اقرب الى الشاطئ، سجست من الافعال اللي يجي وراها جيرند يعني مصدر زاد نجي. يبقى تو المصدر مش هينفع معاها، تو سويم، سويمينج في شكل الجيرند اهي، هاد سوام ده ماضي تام، وسوام ماضي بسيط، احنا عايزين الجيرند المتحقق فيه سويمينج. اجابه صحيحه في الجملة رقم 20. واحد من اللي فيها اي كانت ستاند بيبول، انا لا اطيق، ودي من الصياغات اللي محتاجه وراها جيرند. بيكمل لاولي اون ذا باس، يا ترى تشات يعني دردش ولا تشاتنج وهذا شكل الجيرند، طبعا تشات هنا مصدر، ولا تشاتنج وهذا شكل الجيرند، ولا تشاتد ماضي بسيط، ولا تو تشات تو المصدر اهي، انا عايز الجيرند. تشاتنج اجابتنا في 21. 22 بيقول لك فيها ذا سسبكت، مترجمها لك هو على انها المشتبه به، ووز سين، شو هي ده؟ شو هي ده ايه ده؟ خد بالك من الحته ده، هي ادي ووز سينا، شو هي ده ايه ده؟ طب ادي ووز ودي وراها تصريف ثالث، يبقى انت كده محتاج ايه؟ كده محتاج جيرند. تمام محتاج جيرند. was seen talking، شهد يتحدث، to the man before disappearing، قبل ان يختفي. يبقى خلاص خدنا الجيرند، توك في المصدر مش تنفع، تو المصدر مش تنفع معايا عشان في بناء المجهول هنا هو، والبناء المجهول ده كان واخد شكل استمراريه في زمن الماضي طبعا، وتوكس في المضارع بسيط خطا. تمام نحرك الشاشه عشان نشوف الجمله اللي جايه، وكمان نشوف الصفحه اللي احنا شغالين عليها. تقدر تشوف بيقول لك فيها بريتش اير ويز،
خطوط الطيران البريطانية رجلت، ماشي، هي رجلت ايه؟ رجلت على اللي حصل ولا على اللي هيحصل؟ تمام، رجلت على اللي حصل ولا على اللي هيحصل؟ بتكلم عن الرحلة الجوية، لأن دي cancellation of flight BA205 to مدريد، إن هي لغت الرحلة المتجهة إلى مدريد، ودي رقم الرحلة. طيب بتعتذر إن هي هتلغي، لسه بتعلن إلغاء الرحلة، يبقى to المصدر، announce in general خطأ، announce مصدر خطأ، to announce to المصدر أهي، وده announce، أنا هاخد إيه؟ to announce، هي الخطوط الجوية نادمة على إنها هتعلن أو بتعلن عن إلغاء الرحلة. 24 بيقول لك فيها students are recommended، الطلبة من ال recommended، إن هو بالفعل recommend، طبعا بناء المجهول قدام في المضارع بسيط، الفعل recommend من الأفعال اللي محتاجة وراها، خد بالك من الحتة ده، هي جملة فيها بناء المجهول، البناء العادي إن recommend من الأفعال اللي وراها gerund، بس الجملة هنا فيها بناء المجهول، بما إن فيها بناء المجهول يبقى أنت محتاج تجيب وراها to المصدر، وبنكمل allowed before exams revise في شكل الجيران، مش هينفع عشان ايه؟ عشان قلنا جمله فيها بناء المجهول، تو الجيراند خطا، تو المصدر اهي، وادي ذات ريفايز، انا هاخد تو المصدر لان الجمله فيها بناء المجهول، وده اللي خلانا عملنا الفعل في شكل تو زائد مصدر. 25 بيقول لك فيها هي ديسايدد تو بوت ا فيس ماسك تو افويد، هو قرر انه يضع ماسك او واقي للوجه يعني علشان يتجنب ايه؟ الفعل افويد من الافعال اللي تحتاج وراها جيراند، تمام، يعني مصدر ده نيجي باي اني وان. طب الجمله فيها بناء للمجهول، تمام، فهتلاقي نفسك مضطر تحط فيه شكل الجيرند في البناء للمجهول. طيب يبقى عين كده محتاج بينج وراها تصريف ثالث، ريكوجنايز زي ما موجود في الاختيار ايه، وده اللي هناخده اجابه طبعا، اهي بينج ريكوجنايز، ماشي، ده اسمه مبني المجهول في شكل الجيرند، ريكوجنايزنج ده جيرند فقط، تو ريكوجنايز تو المصدر، وادي تو بي ريكوجنايزد مبني المجهول في المصدر، مش هتنفع معايا، احنا عايزين مبني المجهول في شكل الجرند، جرند يعني مصدر زائد اي ان جي، وده متحقق في الاجابه بينج ريكوجنايزد. 26 بيقول لك في اي يوجوال، لان عاده جايب فراغ سيلينج، خد بالك من الحته دي، جايب جرند بعد الفراغ. With my friend every month I like it so much، تمام. يبقى انت عايز من الافعال اللي قدامك ده هي حاجه ينفع يجي وراها جرند، طب ناخد افويد، افويد ينفع وراها جرند، جو ينفع يجي وراها جرند. ديسايد يجي وراها تو والمصدر. طيب فينيش، امال مين فيهم كده اللي تنفع؟ خد بالك من معنى الجمله، هو بيقول لك انا عاده كذا سيلينج البحار مع صديق كل شهر وعجباه الحكايه، بما انه عجبته يبقى انت كده محتاج جو، لان هي اللي بتدل على انه هو قام بالفعل، وهذا الفعل جاي على رضا. طيب نروح لصفحه 91 وعليها باقي التدريبات، بس هنا بقى هنروح لحاجه جديده، المره دي عايزين نكمل الفراغات اللي قدامنا ونجهز نفسنا للكتابة ونشوف القطع بتاعتنا هنشتغل عليها وهنكملها ازاي. طيب بيقول لك فيها there is a big change in education in Egypt، في تغيير كبير جدا حصل في التعليم في مصر، ماشي، وجايب فراغ. reforms بمعنى اصلاحات، are being made، بيتم عملها to improve the educational process، لتحسين العملية التعليمية. طيب reforms دي تدل على الكسرة، تمام كده، يبقى انت كده محتاج كلمة تدل على ده، نقول ايه؟ عديد مثلا او كثير، يبقى هنقول many m a n y، ماشي، هي جابتنا في الجملة many reforms، العديد من الاصلاحات، ماشي. this is هذا كذا to prepare our youth، هذا ان احنا نجهز الشباب بتوعنا for their work career، للعمل بتاعه. طيب ايه بقى ليه عايزين ده الكلام ده؟ احنا عايزين نعمل ده ليه؟ عشان نقول كيف بقى عايزين نعمل ده، this is how to، ماشي، to prepare youth للكارير بتاعهم. طيب a new educational system، نظام تعليمي حديث جاء في فراغ، implemented in September 2018، طبعا تم انطلاقه او انطلق في العام 2018، beginning with the kindergarten، بدأ في مرحلة رياض الأطفال and primary school، والمدارس بتاعي. طيب ان هو الجملة فيها بناء المجهول في الماضي، في الماضي البسيط، يبقى هنقول was في الجملة اللي قدام. طيب نكمل في الجملة الأخيرة، بعد فراغ goals of the new education، أهداف للتعليم للنظام الحديث للتعليم يعني سيستم ايه، where known، where كانت ايه بقى الأهداف الجديدة؟ know اعلم أو اعرف، work اعمل، live عيش، و be بمعنى كن. طيب هناخد طبعا انا عايز احدد الأهداف، بيقول لك الأهداف كانت، يبقى عايزين نقول ايه؟ the goals، لأنه هنحددها وبدأ يتكلم عنها ورا. طيب نروح للقطعة التانية ونخليها اللي ظاهرة قدامك عشان عينك ما تبقاش مشغولة بالقطعة الأخرى، وبيقول لك فيها
Life in cities today is certainly complex. الحياة في المدن الأيام دي معقد. ماشي يا سيدي. Major issues and problems. قضايا رئيسية مالها بقى كذا. Confront cities including financial difficulties. طبعا بتواجه هذه المدن بما فيها النواحي الاقتصادية، الصعوبات الاقتصادية، crowding، الازدحام، housing، السكن، traffic، المرور، pollution، التلوث، public education، كلها دي مشكلات كتيرة عند كرام والجريمة. طيب يبقى انت كده عايز ايه بقى؟ بيقول لك major issues and problems that confronting. ماشي اهي بنكمل بيه الاسم الموصول ذات. ماشي several of these problems، العديد من هذه المشكلات come directly from the fact that cities، جايه من حقيقه ان المدن have large numbers، فيها عدد كبير من ايه بقى of people كذا in a small place، عدد الناس الكتيره دي ايه في مكان واحد؟ هم عايشين، الناس دي مشكلتها ان هي عايشه كلها في مكان واحد. ماشي living in a small place. ماشي some of these people، بعض هذه الناس a good deal of money، مقدار كبير من المال، عايز اقول لك ان هو عنده يعني. طيب ماشي but many people and in some cities، ولكن العديد وعديد من الناس طبعا وبعض المدن most people have very little money، عندهم ايه؟ خلاص يبقى هذا هي الدين المفتاح، هاخدها هي اجابه هذه. يبقى بعض الناس عندها او القليل الناس عندها فلوس لكن الاغلبيه ما عندهمش. طيب بيقول لك cities must provide، المدن يجب عليها ان توفر many kinds of services، العديد من الخدمات for all their residents، لكل المقيمين فيها and certain additional services for either poorer residents. هنا بقى poorer. ماشي حددت، يبقى انت كده عايز بقى ايه the poorer، فاكر كلمه the poorer مقارنه الصفات ب the more الحاجات دي. طيب نروح للقطعه رقم 3 واللي بيقول لك فيها one day، في يوم من الايام there will be no oil left، زيت البترول هينتهي خلاص. although everyone knows that more and more people، برغم اني كلنا نعرف ان المزيد والمزيد من الناس are traveling كذا plane because plane اللي هو الطيارات because air travel is cheaper than ever before، لانه ارخص من ما عندي قبل. يبقى انت كده عايز حرف الجر باي عشان نقول باي plane. طيب it is sometimes احيانا cheaper to travel to another country than to travel 100 kilometers on a train. يبقى انا عايز ان هو بيديني حدد لك هو عدد، هو بيقول لك يبقى نقول ايه فور، يبقى انت كده عايز فور باتي بعدها شيء محدد. طيب as well as ايه بقى fuel. as well as اللي نايس نقول هنكمل fuel planes cause air pollution، عايز اقول لك بالاضافه لاستخدامها الوقود الطائرات كمان بتعمل تلوث. يبقى انا عايز using ماشي واخده شكل الايه واخده شكل الجرند قدامك، لان از والاز لما تبدا جمله محتاجه وراها جرند. طيب وي كانت ستوب اير ترافل اكسيدنتس، مش هنقدر كمان نمنع حوادث السفر جوا. سو وي شود ثينك كيرفولي بيفور وي ديسايد كذا فلاي، ديسايد ايه؟ ديسايد وراها تو، يبقى نقول ديسايد تو فلاي. نروح للقطعة الأخيرة واللي بيقول لك فيها although the city has great chances for pleasure and work، برغم إن المدينة فيها فرص أعظم في موضوع السعادة والعمل والحاجات دي life in it، الحياة فيها has some disadvantages، ليها بعض العيوب. in the first place في المقام الأول there إيه بقى the problems of traffic، هنا في جمع يبقى نقول إيه there موجودة، يبقى فاضل لي are there are عشان يجي معناها يوجد. ماشي ماشي. طيب that not cause confusion but also endanger the lives of the passerby، بتعمل طبعا ربكة وبتعمل بقى تعرض حياة الناس للخطر. therefore من ثم street accidents، حوادث الشوارع often happen in city، بين city تحصل دايما في المدن. طيب further disadvantage of life، هو كده بيكمل في المقال بتاعته عايز يقول ايه ان في عيب اخر، يبقى انت كده محتاج ايه تقول a further disadvantage، يعني عيب اخر. ايه العيب ده؟ هي بقى that trams ان الترام باسز الاوتوبيسات and other vehicles make noise، ضوضاء ودنيا بقى that gets on our nerves، والحاجات دي طبعا بتأثر على الأعصاب. moreover it is sometimes difficult ايه بقى enjoy، طالما difficult يبقى انت كده محتاج حرف الجر تو difficult to. ان انت تستمتع بالهدوء for a long time لفترة طويلة because vehicles keep ايه بقى all day long till late hour، العربيات دي والمركبات دي بتستمر في انها تعمل ايه طبعا بتتحرك، يبقى moving moving. تمام وبكده يا شباب يكون انتهى تدريب المراجعة للجرامر بتاع الوحدات 5 و6، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا المزيد والمزيد من
حل الامتحانات النهائية ومراجعة المنهج بتاعك. إن شاء الله انتظرونا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.